صباح جديد يجمعنا بحضراتكم اعزائنا المشاهدين وبرنامجكم مصر جميله. مصر جميله ومشرقه النهارده والجو رائع ويا رب يفضل كده على طول. وصباح الفل يا طارق. صباح الخير. انا ما شفتيش الخميس اللي فات. لا الحمد لله. مش عايز اقول ربنا انقذنا. للاسف ما عرفناش نتواصل معاهم علشان المطر كان شديد الصبح. كان جو الحقيقه يعني كان قوي جدا، كانت ساقعه جدا، فيعني الارصاد بتطمنا الاسبوع دوت، واتمنى ان شاء الله انه يكون شتاء دافئ زي ما اتعلمنا كده في المدارس على طول. يعني شتاء كان فاكره حر جاب صيفا دافئ ممطر شتاء نحفظها كده يا رب. بس الجو اختلف خالص عن الجمله صحيح. دي اعتقد هيغيروا المناهج في الفتره اللي جايه. صحيح. برحب بحضراتكم واهلا بيكم حلقه جديده من مصر جميله. النهارده عندنا موضوعات هي كلها تخص الشباب، وزي ما بنقول دايما انه فكره وجود الشباب في كل الحقيقة مشروعاتنا وفي كل تطورات الحياة، وزي ما بنقول كلمة سر الوطن أو تنميته أو الإقدام على المشروعات الضخمة الكبيرة كلها بسواعد الشباب وبالأفكار بتاعتهم. ده كان جزء مهم جدا من عمل لمدة 3 أيام على مستوى مصر والعالم كله، واستضافة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة. الحياة نهلة كانت فعاليات أكثر من رائعة، كان في الحقيقة طلبات لحضور هذا المنتدى من كافة أنحاء العالم. كل الشباب اللي حضر النسخة الأولى والثانية كله كان بيشارك وكله كان عايز يكمل، وأعتقد أنها كانت رسائل مهمة جدا للعالم كله من خلال شبابهم. هم جم مصر وشافوا إيه اللي حصل، شافوا الفعاليات، شافوا الندوات، شافوا المبادرات اللي بيطلقها أكبر رأس في الدولة وهو رئيس الدولة واهتمامه بيها، وكمان مراحل تنفيذها ما هياش مبادرات للإعلام فقط أو أنه بندعو لمبادرة أو أن الناس تشتغل في ده، لا ده هي دعوة ثم برنامج ثم مشاركة جماعية، وبعدين بعد كده بنشوف إيه اللي بيتم للنتائج اللي بتظهر. ده كله الحقيقة بنشوفه بشكل سريع جدا جدا جدا، والتنفيذ أكثر من رائع. الحكومة كاملة موجودة مع السيد الرئيس ومع الشباب في هذا المنتدى، كل التوصيات اللي بتطلع من هذا المنتدى بتاخدها الحكومة وتنفذها بلجان من الشباب. منظومة أنا بشوف أن المنظومة دي بتسرع وتيرة التنمية في مصر، وهتخلينا نروح الحقيقة لأقوى 30 اقتصاد على المستوى العالمي، وده مش احنا اللي بنقوله بس، دي المؤشرات العالمية لكبريات المؤسسات الاقتصادية على المستوى العالمي. ده هيخلينا نتكلم بأنك ذكرت يعني أدائنا، عن انه دايما في اواخر كل عام وخلاص بيفصلنا عن العام الجديد ايام قليله بنعمل نوع من انواع الجرد وكشف الحساب والحصاد. صحيح. لما تم خلال العام. النهارده هيكون عندنا لقاء مهم جدا عن حصاد 2019 اللي كان مليء بالانجاز الاشبه بالاعجاز في كثير جدا من النواحي، سواء فيما يتعلق بالطرق او فيما يتعلق بالصحه العامه والتامين الصحي ومنظومه المبادرات اللي اطلقها الرئيس لرعايه المراه ولرعايه اطفال المدارس ولمقاومه الامراض العيون لدى الاطفال في المدارس، ايضا فيما يتعلق بالاسكان والقضاء على قدر كبير جدا من العشوائيات وتحويل حياتهم الى حياه افضل، فيما يتعلق ايضا بالزراعه وانشاء صوب زراعيه على مساحه 100,000 فدان صوب زراعيه ممكن تعمل نوع من انواع المساهمه في الاكتفاء الذاتي الداخلي والتصدير للخارج فيما يتعلق بالخضر والفاكهه، في ايضا تطوير فيما يتعلق بصناعه الجلود والانتقال الى الروبيكي وان الاماكن تكون في القاهره القديمه حضاريه وتعود لمظهرها، في انجاز كبير جدا فيما يتعلق بالسياحه ورجوع السياحة إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011، وكمان في إعجاز بيحصل دلوقتي في المتحف المصري الكبير إن شاء الله اللي هيدعم بتلفريك اللي هيكون ممشى سياحي عالمي يربط بين المتحف الكبير وبين الهرم. دي إنجازات كبيرة جدا لابد من إلقاء الضوء عليها النهاردة، وهيكون مشرفنا لإلقاء الضوء على هذه المشروعات الأستاذ ماهر الرشيدي الكاتب الصحفي بمجلة الإذاعة والتلفزيون، وهيشرح لنا تفصيليا بعض المنجزات اللي تمت في 2019. وتكملة لمستوى المنتديات الدولية اللي بتقام على أرض مصر من شرم الشيخ الأقصر وأسوان يا نهلة، بنتكلم كمان كانت على في المنوفية، بنتكلم على هذه المنتديات وهذه الفعاليات المستمرة الحقيقة
واللي الحقيقة السيد الرئيس بنفسه بيتابع هذه المنتديات والفعاليات وإيه اللي بيحصل فيها، ومشاركة جمعيات المجتمع المدني ومشاركة الشباب، كل ده الحقيقة بيدي ثراء لهذا الوطن، وبيدي بيخلينا دايما طول الوقت احنا تحت نظر العالم، احنا بنعمل ايه، بنشتغل، كتاب مفتوح لكل الجميع، عندنا مشروعات قومية زي ما قالت نهلة، هي اللي قالته ده جزء بسيط جدا، انا لو كلمتكم على السكريبت اللي معايا 6 صفحات تقريبا لمجموع المشروعات والانجازات اللي تمت. نتكلم كمان على بتستضيف مدينتي الاقصر واسوان اعمال منتدى الشباب العربي الافريقي العاشر، ويمكن افكر حضراتكم بهذا المنتدى كانت بداية مهمة جدا، وكان زي ما بنقول كده ان احنا بنقول بالفعل، ما بنقولش كلام، بنعمل، انه اهتمامنا بالجانب الافريقي مستمر على مدى السنوات القادمة بشكل كبير جدا، حتى بعد نهاية رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، لا ما زالت الاجندة مستمرة، واصبح المنتدى ده على اجندة المؤتمرات والمنتديات الدولية اللي احنا يمكن مش هنفرط فيها. ده العاشر مكملين ومستمرين، بنتكلم كمان انه هيعقد في المدة من 21 ل 26 ديسمبر الجاري تحت عنوان التعاون العربي الافريقي الشبابي، التعاون العربي الافريقي الشبابي. شوف الشباب ده هيقعد مع بعض ويتكلم مع بعض ازاي، ايه الخطة، ايه البرنامج، الموضوع ده كله ان شاء الله هيكون في فقرتنا بإذن الله مع حضراتكم. هيشرفنا في هذه الفقرة الدكتور ممدوح رشوان رئيس منتدى الشباب العربي الإفريقي والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. كده يمكن بعد إن شاء الله الفاصل هنبدأ مع حضراتكم فقرتنا، وهنتكلم كتير عن التوصيات دي بتروح فين، المنتدى إيه اللي حصل فيه، كواليس، بعض الكواليس من منتدى شباب العالم ومن المنتدى الإفريقي، ايه اللي بيحصل فيها، وده يمكن مش ظاهر قوي على السوشيال ميديا او على وسائل الاعلام، لكن النهاردة هنتكلم بمنتهى الجدية، وهنتكلم مصر اخدت خطوة قد ايه من خلال هذه المنتديات وهذه المؤتمرات. من فضل حضراتكم ابقوا معنا بعد الفاصل، نلتقي ان شاء الله. يعني دي كانت مجموعة رسائل من السيد الرئيس على المستوى المحلي والمستوى الدولي، وزي ما بنقول انه في اخر ايام 2019 يجب ان يكون هناك وقفة مع النفس، خاصة سواء المواطن المراقب لحركة واداء الحكومة، المراقب لاداء القيادة السياسية، المراقب للمشروعات والتنمية اللي بتحصل. ده بيحصل، هل احنا كاعلام بنتكلم فيه بشكل مفصل عشان يوصل لحضرتك كمشاهد وك مواطن في هذا الوطن وبتشارك كمان بالتنمية، هل ده حجم الإنجازات اللي تمت في الفترة الأخيرة ده كانت منتظرة مصر على مدى سنوات طويلة، لكن بيتم النهاردة بوتيرة سريعة جدا 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 وكمان بأرقام ضخمة عشان نقدر نهرب من عملية الرجوع لأرقام ما بين الدول في الاقتصاد، ده جزء كان مهم جدا وتحدي مهم جدا أمام القيادة السياسية وأمام الحكومة. بيشتغل ليل نهار في مشروعات احنا ما بنعرفش عنها الا لما بيتم افتتاحها. كل ده الحقيقة هيكون حوارنا النهاردة عن حجم هذه الانجازات مع ضيف يضيف حضراتكم. برحب بالاستاذ ماهر الرشيدي الكاتب الصحفي في مجلة الاذاعة والتلفزيون. اهلا بيك استاذ ماهر. اهلا بيك يا فندم، واهلا بكل السادة المشاهدين الكرام. اهلا بحضرتك معانا، والحقيقه انه يعني المجالات اللي احنا ممكن نتكلم فيها مجالات عديده جدا، تم انجاز شيء كبير فيها في الدوله المصريه، لكن بما ان الرئيس كان يعني مقرر انه يعني الاعوام دي هيخصصها للصحه والتعليم وبناء الانسان المصري، خليني ابدا بمحور الصحه، لانه حتى منظمه الصحه العالميه اشادت بما تم على ارض مصر من انجازات، خاصه فيما يتعلق بمرض زي فيروس سي والقضاء تقريبا على فيروس سي في مصر، بعد ما كانت مصر بتحتل مراكز متقدمه جدا بكل اسف على مستوى العالم في الاصابه. نتكلم عن محور الصحه وما تم فيه من انجاز، واحنا كده بنعمل الجرد النهائي للسنه. كلام حضرتك مظبوط، كلام الاستاذ مظبوط جدا جدا، بس انا عايز اقول لكم قبل الدوله ما تعمل كل الانجازات اللي اتكلمت عليها في مجال الصحه والتعليم والمجالات الاقتصاديه وكل المجالات اللي بتقفز فيها مصر قفزات سريعه جدا، يعني اللي بيتعمل في سنه ممكن كانت مخطط ليه يتعمل في 50. عايز اتكلم في جزئيه ما حدش بيتكلم فيها كتير خالص او حد بيذكرها، وما تقدرش تعمل اللي احنا قلنا عليه ده كله الا اذا تحقق اللي انا هقول عليه ده، هو انجاز الاستقرار.
الاستقرار اللي متوفر للبلد خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا دول هو سبب ان يخليك تقدر تعمل تنميه في الصحه وفي الاقتصاد وفي الزراعه وفي الكهرباء وفي الغاز وكل المجالات اللي احنا ممكن نقدر نتكلم عليها خلال الفتره اللي جايه. الاستقرار ده ما جاش بالساهل او جه بمنتهى البساطه، لا، ده الدوله دفعت فيه كتير جدا وفقدت فيه ارواح وشهداء عشان احقق الاستقرار لهذا الوطن وهذا الشعب الأبي، الشعب العظيم، عشان أوفر له الاستقرار وأركان الدولة وأحافظ على حدود الدولة المصرية بعد أن كانت شبه دولة. فقدت الدولة أرواح شهداء وقدمت ناس من ضباط الشرطة والجيش والجنود ومواطنين عاديين. صحيح. فده ما جاش بالساهل، ده جه اشتغلت فيه أجهزة على أعلى مستوى، أجهزة مخابراتية، أجهزة تعاونت مع بعض عشان توصل معلومات، عشان توفر لك استقرار، عشان يعني تقضي على كل من تسول له نفسه أنه يزعزع استقرار هذا الوطن. فتحقق الاستقرار الداخلي وبالتالي قدرت تعمل تنمية. لو أنت عندك قلق وعدم استقرار وانفلات أمني مش هتقدر تعمل أي حاجة لا في الصحة ولا في التعليم. صحيح. الاستقرار الداخلي ده متوفر وده إنجاز كبير يحسب للدولة وينحيي عليه الدولة والقيادة السياسية. والاستقرار الخارجي اللي هو على حدودك اللي الوقت فيه بدأت خلال الفترة الأخيرة، أو أنا دايما بقول إن في مؤامرة على مصر لزعزعة استقرارها، وبدأ يظهر ده حاليا إن في محاولات لزعزعة استقرار مصر على حدودها، خاصة الحدود الغربية والحدود الجنوبية، عن طريق رئيس طلع لنا اليومين دول بيمارس بلطجة سياسية وعنده جنان سياسي اللي هو الرئيس التركي الإردغان، وإنه بيحاول لزعزعة استقرار مصر عن طريق يعني إرسال الميليشيات الإرهابية والإرهابيين إلى ليبيا لزعزعة استقرارها، وبالتالي يجرك لمشاكل. بدل ما تحط فلوسك في تنمية وفي مشروعات وفي صحة، تحطها بقى في حرب للدفاع عن حدودك وفي حرب للدفاع عن نفسك وفي حرب للدفاع عن مكتسباتك في شرق البحر المتوسط. أجل فضلي. ده مهم جدا، هنا نشير لشيء. الناس كانت بتتساءل لماذا نمتلك أسلحة، لماذا نمتلك غواصات، لماذا نمتلك سلاح بحري متطور. أنا أحيي حضرتك الكيفية على هذه النقطة. وظهرت يعني لماذا نمتلك ده، لأنه فعلا بمجرد التلويح بمهاجمتنا إحنا كمان لوحنا بما نمتلكه من أسلحة ومن قوات من خلال منورات بحرية، أثبت التفوق الجيش المصري، وإحنا من يعني من أحسن 10 جيوش على مستوى المنطقة. تمام. أضيف على كلام حضرتك ودينو نقطة مهمة جدا أحييك عليها إن أنت ذكرتيها في سياق الكلام. أضيف على كلام حضرتك إن القيادة السياسية كان عندها وعي، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده حسن بصيره وبعد نظر. حصل هجوم شديد جدا حينما تعاقدت مصر على حامله الطائرات مسترال او الغواصات الالمانيه او الطائرات الرافال او الطائرات الروسيه، فكانوا بيقولوا ايه الداعي ان احنا نجيب الكلام ده. فالنهارده بقى بعد خمس سنين عرفنا ان هو كانت نظرته اقوى وان هو كان عارف الامور هيحصل فيها ايه فيما بعد. النهارده حينما لوحت تركيا والرئيس التركي بانه ليه اطماع في غاز المتوسط في شرق البحر المتوسط وانه بيهدد مصالح مصر وبيهدد مصالح ليبيا، قامت القوات البحريه المصريه بمناوره خلال الاسبوع اللي فات اظهر فيها يعني مدى دقه ومهاره القوات البحريه المصريه في اجراء المناوره، وتم اطلاق صاروخ مكبسل من نوعيه او ماركه هاربون، ده مداه 130 كيلو، يعني انا نقدر اجيب اي حد يحاول يحتدي عليا. فاظهرت القوات البحريه المصريه قدرتها على ردع اي شخص تسول لها نفسه انه يقدر يهدد مصالح مصر في شرق البحر المتوسط، لان ده مال المصريين ورزق المصريين. اي حد يحاول يحتدي عليه فاحنا قادرين نقطع او يعني لأي حد نقدر نوقفه عند حده يحاول أنه يعتدي على مصر أو مقدرات مصر. طبعاً فأنا أحييك على هذه النقطة. بنتكلم كمان سياسياً على المستوى السياسي والدبلوماسي، السياسة المصرية يعني في يعني أقوى مراحلها، زي ما بنتكلم بنقول أنه في مفاوضات، في رفض شديد جداً لما حدث بين رجب طيب أردوغان وما حكومة السراج في ليبيا من كافة الحقيقة المؤسسات الدولية. نرجع لمشروعاتنا القومية اللي هي النهاردة المواطن بيشوفها ازاي، شايف في لمس جزء كبير جدا من هذه المشروعات بتحركه العادي من خلال الطرق والمنشآت، من خلال انشاء مجموعة من المصانع اللي هتعود بعد كده بالقضاء تقريبا على البطالة. بنحط مصر او هذه المشروعات تحط مصر من اقوى 30 اقتصاد على المستوى العالمي، ودي كانت حلم وامنية. هتتحقق ازاي وامتى؟
طبعاً. طبعاً مع انخفاض سعر الدولار في مصر بأرقام الحقيقة ما كناش نتخيلها أنها تكون بهذه السرعة، ولسه منتظرين الأكثر إن شاء الله. يعني فضل أستاذ زمان. أنا أرجع بس لسؤال الأستاذة نهلة في الأول، أن بالنسبة لمجال الصحة والتعليم، الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تولى مقاليد الأمور والحكم في مصر حط على أولى اهتماماته الصحة والتعليم، ودي كانت أولى اهتماماته، وإدى تعليمات لرئيس الحكومة أن تتوفر ميزانيات ضخمة جدا بالقدر الكافي للصحة والتعليم. فليه الصحة والتعليم؟ لأن مهم جدا أن أنت تبني الإنسان المصري عشان تقدر تعمل اقتصاد بعد كده قوي. يعني صحة البني آدم المصري أو المواطن المصري دي أمن قومي. فهم طبعا أنت توليت الحكم خلال الخمس سنين وكان في انهيار في المجال الصحي وكلنا نعلم هذا، وكان في انهيار في نظام التعليم، فبدأ في الصحة، وكان بدأ بأكتر من مبادرة، وهي مبادرة 100 مليون صحة، والكشف على 50 مليون مواطن مصري، تم العثور على 2 مليون مصاب بفيروس سي، وده كان مرض يعني بيأكل في أكباد المصريين وبيأثر على أمن مصر القومي. فمصر اشتغلت على هذا الشق بكل قوة، ويمكن أشادت به منظمة الصحة العالمية، علاج 2 مليون مواطن على نفقة الدولة مجانا، بعد أن كانت تكلفة المريض الواحد بتعدي 150 ألف جنيه النهاردة بيعالج مجانا، ولو اتعالج على حسابه بتكلف 1400 جنيه، لأن مصر نجحت في إنتاج دواء لعلاج هذا الفيروس تكلفته 1400 جنيه، وكانت التكلفة الخارجية 150 ألف جنيه. فنجحنا في هذه المبادرة، نحيي السيد الرئيس عليها، وبتستكمل هذه المبادرة حاليا في الكشف عن سرطان الثدي بالنسبة للسيدات، لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم اهتمام شديد جدا بالمرأة المصرية وتمكينها ومشاركتها في الحياة السياسية. فلما قالوا له ان نسبة الإصابة بسرطان الثدي هي اعلى نسبة وفاة بعد سرطان بعد فيروس سي، فعلى طول قرر ان تستمر المبادرة في الكشف عن سرطان الثدي، ومن يتم اكتشاف المرض عنده يعالج على نفقة الدولة في المستشفيات العسكرية او المستشفيات الحكومية الكبيرة. كان بقى في حلم للمصريين، حلم اتأخر 100 سنة، وهو حلم التأمين الصحي الشامل. هذا الملف لم يجرؤ أي رئيس أن يقترب منه. الرئيس عبد الناصر كان حلمه أن يعمل للمصريين تأمين صحي، وكان عدد سكاننا 23 مليون، لكنه لم يستطيع وعمله بالنسبة للموظفين فقط. جاء الرئيس السادات ولم يستطيع، وجاء الرئيس فيما بعد مبارك وقال عبرته شارع أجيب لكم فلوس منين، إلا أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي واقتحم هذا الملف بكل قوة وجرأة، ونجح في أنه يعمل تأمين صحي شامل للمصريين. بدأت في المرحلة الأولى، أطلقها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، هي المرحلة الأولى خمس محافظات، والتأمين الصحي الشامل هيكون على ست مراحل تنتهي في 2030 إن شاء الله، ويبقى مظلة التأمين الصحي الشامل شملت كل المواطنين المصريين. يعني إيه تأمين صحي شامل؟ يعني أنت تروح تتعالج على نفقة التأمين الصحي الشامل، تعمل إشاعات، تعمل تحاليل، تعمل أدوية، وتختار المكان اللي أنت تتعالج فيه في أي مكان، وإذا احتاج علاجك السفر للخارج هتسافر تتعالج على الخارج دون تحمل أي نفقات، لأن ده التأمين هيدفعه. التأمين ده هيصرف منين؟ نتيجة التمويل بتاعه يعني هيكون منين؟ من المواطن نفسه، هيكون من الاشتراكات، والاشتراكات اللي هيدفعها كل من له تأمين، والدولة هتتحمل تكاليف 30 مليون مواطن اللي هم محدود الدخل. الدولة عرفتهم منين؟ الدولة عندها قاعدة بيانات لمحدود الدخل عن طريق وزارة التضامن، دول هتدفع لهم الحكومة التأمين الصحي الشامل. نيجي للتعليم عشان نكمل سؤال الأستاذة، ان الرئيس مهتم اهتمام كبير جدا بالتعليم، لان التعليم هو اهم شيء في هذه البلد. شعب متعلم يعني تاخد منه اقتصاديات عالية وتاخد منه فهم على أعلى مستوى. فبدأ نظام هو عام 2019 وعام التعليم، هو عام التعليم فعلا بدأنا في نظام تعليم جديد، بدأه الدكتور طارق شوقي، لكن الناس بس تهدى عليه شوية وتصبر، لأن الناس مستعجلة. يا ثقافة المصريين عموما أنه ما بيحبش التغيير، لكن احنا لابد أن نخطو هذه الخطوة عشان نتقدم. نظام هو جيد جدا بتنفذه أغلب دول العالم. النهاردة التعليم الإلكتروني الطالب بيحصل على تابلت مجانا من أولى ثانوي، وهو ثمنه 4500 جنيه، الدولة بتتحمل تكلفته، وهو نظام بقى بينقل الطالب من الحفظ والتلقين إلى الفهم
وبالتالي انت تقدر تطلع مواهب في كافة المجالات من خلال هذا النظام. برضو الدولة بتسعى الى تخفيض كثافة، وهيخلص على الدروس الخصوصية ده اهم اللي مخلصها على جيوب، برافو عليك، على فلوس الناس، برافو عليك. يعني انت ممكن حضرتك تكون 30-40% من ميزانيتك طالعة للدروس الخصوصية، و60% طالع لميزانية الصحة. الدولة بتهدف من تطوير الصحة والتعليم ايه؟ يعني ايه هدف الدولة؟ هي الدولة مش عايزة تضايق الناس او تقرفهم، الدولة هدفها انها ترفع العبء عن المواطن، العبء المالي عن المواطن في الصحة والتعليم. ما يكونش تروح تكشف عند اي دكتور او مستشفى تحط ايدك في جيبك، لا خلاص الدولة هتتكفل بده عن طريق الاشتراكات. برضو زي ما قلت حضرتك هتقضي على الدروس الخصوصية، مفيش دروس خصوصية. الدولة بتحاول تقليل كثافة الفصول عن طريق بناء فصول جديدة او بناء فصول متنقلة، ودي تجربة صينية هنعملها في مصر. برضو الدولة اهتمت بالتعليم او انشأت الجامعات التكنولوجية اللي هي هتخرج متخصصين في مجالات. عندنا تقريبا خمس جامعات دلوقتي، هم خمس جامعات تكنولوجية بدأت في الفعل هذا العام عشان تخرج تخصصات محتاجها سوق العمل. وانا احيي الدولة على هذا، يعني ان المانيا خاضت هذه التجربة، وان النهاردة المانيا من اكبر اقتصاديات العالم بعد ان اهتمت بالتعليم الفني. هو فعلا يعني بالنسبه للتعليم الفني دي جزئيه مهمه، لان خريجي المدارس الفنيه كانوا ما بيدرسوش حاجه، طبعا ما بيدرسش حاجه خالص، هو ما يعرفش يقرا ويكتب، وما يعرفش معلومات، طبعا وما يعرفش يشتغل حرفي، فبالتالي بخرج لسوق العمل هم ما بيشتغلوش او بيقعدوا على المقاهي، ما عندوش فكره عن اي حاجه. فالاهتمام بالتعليم الفني هو قاطره التنميه. المانيا عملت هذه التجربه، وزي ما بقول لك النهارده المانيا من اكبر اقتصاديات العالم، يكفي انها عندها 400 تريليون دولار احتياطي بس نتيجه تطور الصناعه الالمانيه. هي فكره انه انا كمان يعني هم كانوا للاسف يعني الثقافه المجتمعيه بتوصمهم انهم يعني خريجي مدارس فنيه، دلوقتي لما اديهم امل بانه هيخلص المدرسه الفنيه هيكون في جامعه مستنياه بالظبط كده، يعني هيدخل يبقى خريج جامعي زي ما هو عاوز والمجتمع عاوز، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يمارس حرفه تجيب له دخل اكتر كمان من اي موظف في اي مكان ده. ده اكيد كلام حضرتك. عشان كده الدوله بتهتم بالتعليم الفني اهتمام كبير جدا. عايز برضو زي ما حضرتك قلت ان الدوله بتعمل حاجات تلمس المواطن يلمسها، يعني انا عايز برضو هو يعني قدر لهذا النظام انه ياخد بلد مهاره في البنيه التحتيه، مفيش بنيه تحتيه في كل المجالات، يعني بدا برضه يعمل يهتم بالتعليم ويهتم بالصحه، لان دول مهمين جدا عشان ابني مواطن قوي وابني اقتصادات قويه. بالنسبه للصناعه والزراعه والطاقه، يعني النهارده انت استلمت دوله بالنسبه للطاقه الكهربائيه في 2012، ومن 2008 كان عندي الكهرباء بتقطع من 8 ل 10 ل 12 ساعه. مفيش مستثمر يجي يعمل مصنع او يعمل استثمار في بلدك وانت الكهرباء عندك بتقطع، دي اول نقطه تخليه يلف ويرجع. فانت واخد محطات كهربائيه منهاره تماما، فبدات في هذا القطاع على اعلى مستوى بتكلفه وصلت ل 450 مليار جنيه مصري بالتعاون مع شركه سيمز الالمانيه، والدكتور اشرف محمد شاكر وزير الكهرباء نجح في هذا القطاع نجاح باهر. يعني احنا لو نجحنا في كل القطاعات زي ما نجحنا في قطاع الكهرباء والطاقه هنكون من اعظم دول المنطقه خلال السنة القادمة. صحيح. فبدأت بدل ما كان عندك 20,000 ميجا وات دول نص تكلفتك، النهاردة انت عندك 45,000 ميجا وات بعد ما انشأت ثلاث محطات كهربائية بالغاز، واحدة في البرولس وواحدة في بني سويف وواحدة في العاصمة الإدارية، وانشأت لسه الرئيس الوزراء مفتتح محطة بنبان، ودي أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وعندي محطة تانية بالرياح في جبل الزيت، عندي محطة الضبعة النووية. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما جم بقى يعملوا الكهرباء قال لهم ما تعتمدوش على مصدر واحد، مصدر واحد يعني المحطات كلها بالغاز، حصل مشكلة في الغاز الكهرباء هتقطع والبلد تقع. فعندي دلوقتي مصدر طاقه من الشمس، عندي مصدر طاقه من الرياح، عندي مصدر محطات رياحه بالغاز، عندي الطبعه النوويه اللي هي الطاقه النوويه، فعندي مصادر متعدده. زي ما جه يسلح الجيش المصري اعتمد على مصادر متعدده، ما اعتمدش على امريكا بس، لا اعتمد على اكتر من روسيا والمانيا وفرنسا. التعدد بالظبط كده. التعدد ده مهم جدا عشان ما تعتمدش على مجال واحد. برضو في السياحه ما قال له يعني من 1931 واحنا بنعتمد على مصدر سياحي واحد هو الساحل البريطاني، توماس كوك اول رحله بريطانيه جت 1930. فبنعتمد على المواطن البريطاني، كانت بتبعت لنا من مليون لمليون ونص، تصحى الصبح بريطانيا من النوم كده تقول لا اعملوا تحذير على مصر، فالسياحه البريطانيه ما تجيلكش السياحه تقع. فبدات النهارده وزيره السياحه تعتمد على اسواق اخرى ومصادر اخرى، فبقى عندي من اوكرانيا وبقى عندي من روسيا وعندي من اسيا اليابان والصين، فبقى عندي واهتميت بالساحل العربي، فبقى عندي تعدد في مصادر السياحه. فبالتالي لما يحصل اي دوله تختلف معايا
وتعمل حظر على سياحها مصر، ما يبقاش عندي مشكله، ما تاثرش على السوق. فكان دي من النقط المهمه جدا اللي بيركز صحيح. عليها الرئيس. يعني يا استاذ ماهر شكرا جزيلا لسردك السريع جدا للحقيقه مناحي مهمه جدا تم التنميه فيها، وكان موجود تحدي كبير فيها، حتى المشروعات اللي بتتم وبننقلها لحضراتكم عبر وسائل الاعلام كلها دي مشروعات اخذت وقت وجهد وترتيب ودراسه كبيره جدا، ده بالاضافه الى الارقام الضخمه من الاموال اللي اتحركت عشان تعمل هذا الانجاز الكبير. شكرا جزيلا استاذ ماهر رشيد الكاتب الصحفي مجله الاذاعه والتلفزيون، تحياتي لحضرتك. شكرا لحضرتك. بعد الفاصل ان شاء الله هنلتقي من جديد ونتكلم بقى عن المنتديات الشبابيه بوجه عام. هنشوف احد المتطوعين اللي حضر في منتدى شباب العالم، وهو مصطفى شاهين، وهو متطوع في هذا المنتدى في نسخته الثالثه. وهنشوف كمان ونلقي الضوء على منتدى اعمال او اعمال منتدى الشباب العربي الافريقي اللي هيقام في الاقصر واسوان في الفتره من 21 ل 26 ديسمبر. وهينورنا دكتور ممدوح رشوان رئيس المنتدى والامين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة للحديث عنه. اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا من شويه برومو عن منتدى الشباب العربي الافريقي اللي بيعقد في الاقصر واسوان من 21 وحتى 26 من ديسمبر، ودي دورته العاشره، بيجمع عدد كبير جدا من الشباب من الدول العربيه والدول الافريقيه، بالاضافه طبعا لعدد كبير من الوزراء اللي بيتبنوا هذا المنتدى واللي يعني بيحبوا يكونوا متواجدين مع الشباب، وكثير من الجهات المعاونه والمسانده ذكرت في يعني هذا التنويه السابق. هنعرف اكثر عن هذا المنتدى، عن أهدافه، عن الفعاليات اللي هتحصل خلال الأيام القادمة على أرض الأقصر وأسوان الحبيبة مع ضيفنا دكتور ممدوح رشوان رئيس منتدى الشباب العربي الأفريقي والأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. وكمان هنسمع يعني تعليقات شاب متطوع كان موجود في منتدى الشباب اللي اقيم في شرم الشيخ من 14 ل 17 ديسمبر ولسه راجع طازه من شرم الشيخ، ونعرف تجربته واستفاد ايه. اهلا بيك مصطفى شاهين المتطوع في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ. اهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم. يعني برحب بحضرتك دكتور ممدوح، ولو اتكلمنا على النسخه العاشره لهذا المنتدى وكانت الفكرة والبداية لسريعا عودتنا للحضن الإفريقي والتعامل مع كافة القضايا عبر الشباب الحقيقة، وده ما ده اللي بيهمني بشكل شخصي، إنه إحنا بنسمع أفكار ومشروعات وطموحات وبرامج حقيقية تقدر بسرعة تنفذها من خلال هذا الشباب. كلمنا عن النسخة العاشرة والجديد فيها. هو أولا هذا المنتدى والمنتدى العاشر معمول تحت مظلة جامعة الدول العربية، اتقدمت بمذكرة للسادة وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعهم في جامعة الدول العربية في شهر ابريل الماضي بعدة برامج، منهم البرنامج ده، هم اختاروا البرنامج ده بالذات ودعموه وتحت مظلة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اطار ان احنا دورنا مكمل لدور الحكومات. فيعني الرئيس السيسي ضخ الدماء في الشرايين المصرية الافريقية، وزي ما احنا شايفين كل يوم في عرس دلوقتي صحيح. يعني شبابي او اقتصادي او اجتماعي، فاحنا دورنا مكمل. فاحنا هذا اللقاء هو اللقاء العاشر، كنا عاملينه في اطار كان في مبادره في الجامعه ايام تولي الاستاذ عمرو موسى كان الامانه العامه للجامعه، وكان في الاهتمام بدول الجوار الافريقيه، وكان في اتجاه انه يضموا بعض الدول الافريقيه اللي بتتكلم باللغه العربيه للجامعه يعني. فابتدينا نركز على ادخال البعد الافريقي في انشطتنا، فنظمنا اللقاء الاول والثاني لغايه ما وصلنا السنه دي اللقاء العاشر يعني. جميل. طيب عايزه اسمع من مصطفى بقى تجربتك في منتدى شباب العالم. اولا انت دارس ايه يا مصطفى؟ انا كليه اعلام جامعه الازهر الشريف. لسه طالب؟ اه. ازاي بقى اتطوعت في المنتدى وتجربتك دي؟ اول مره بتشارك؟ ده اول مره ليا اشارك. كلمنا بقى عن التجربه دي. منتدى الشباب اولا يعني ممكن نطلق عليه اللي هو منصه شبابيه بيعرض من خلاله الشباب افكارهم والقضايا التي تواجههم في على مر الازمه. في البدايه كان تنظيم منتدى الشباب هذا العام يعني تنظيم روعه جدا، الافتتاحيه بتاعته كانت فوق الامتياز بصراحه جدا. الاشكال الفنيه او التشكيلات الفنيه اللي عرضت من خلال الافتتاح
يعني انا مش عشان شاب مصري، لا، شهاده من الخارج، من شباب من الخارج اللي هم شهدوا لي ان هم شهدوا اول حدث روعه يشهدوه زي منتدى شباب العالم. في منهم واحده برضو قالت لي ان انا حضرت منتديات وحفلات في الولايات المتحده، اوكرانيا، باريس، لم تشاهد اي حدث مثل منتدى شباب العالم الذي يقيم بشرم الشيخ. طبعا يعني بقدم شكر واعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي ايضا على اتاحه الفرصه للشباب لعرض مشاكلهم وعرض الافكار التي تطرح من خلال المنتدى والاستماع اليها. طبعا كان موجود معنا مسؤولين بيسمعوا افكارنا برضو وبيدونوا افكارنا والمشاكل اللي كانت بتواجهنا، والرئيس عبد الفتاح السيسي في اخر يوم اوصى بذلك، يعني اعطى بعض الوصايا في نهاية المنتدى. طبعا كان المنتدى بيقام على حافلته بعض الأنشطة، من الأنشطة الفنية والثقافية، منها إقامة جائزة تنمية المشروعات الذي كان له دور هام في المنتدى شباب العالم من خلال إقامته لمعرض تراثنا الذي كان يعرض المنتديات الحضارية بالأيادي المصرية. أنا الحقيقة يعني سعيدة بتجربتك، ويمكن يعني نتج عن المنتدى ده إنه أسوان أصبحت عاصمة الشباب العربي، وده أكيد المنتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر هيستفيد منه جدا، لأن أسوان هي بلد جميلة ورائعة أصلا، لكن كونها دلوقتي هي عاصمة الشباب الإفريقي وإحنا بنتكلم عن منتدى بيضم الشباب العربي والأفريقي، إزاي ممكن نستثمر هذا الموضوع وإيه الفعاليات الأساسية اللي موجودة في هذا المنتدى هذا العام؟ اولا احنا اول هيئه بتفعل القرارات، يعني حتى توصيات المنتدى الشباب اللي كان في شرم الشيخ اللي لسه خالص بالامس، احنا خدنا التوصيات دي وهيبقى في سيشن في اللقاء بتاعنا، بس ان احنا اول ناس نفعله. وفي شباب حوالي 25 شاب افريقي من ضمن اللي شاركوا منتدى الشباب العالم طلبوا واتصلوا بينا ان هم يمدوا في مصر ويشاركوا معنا. فاحنا يعني وافقنا لهم، يعني انا المشاركه وصلت ل 33 دوله، حوالي 350 شاب، عاملين حاجه كبيره، مهرجان شبابي كبير ما بين الاقصر واسوان، واحنا اخترنا الاقصر واسوان لان هي بوابه مصر للجنوب، بوابه مصر ناحيه افريقيا. طالعين بقطار مخصوص بالكامل، بنشكر يعني معالي وزير النقل، وهو هيلتقي بينا بكره في محطه مصر، واصر انه يجي بنفسه يودع الشباب العربي والافريقي في محطه مصر. وزاره السياحه عامله لنا برنامج جميل جدا تنشيطي، وزاره الشباب مقدمه الدعم اللوجستي من اقامه في المدن الشبابيه للشباب، معايا بعض الهيئات العلميه زي اكاديميه ناصر العسكريه، المجلس العربي للمياه، الشركه القابضه للمياه والشرب، منظمه اليونيسيف، بعض الهيئات. هيبقى منتدى فيه 5 ورش بالتوازي، معايا معهد العربي للتخطيط بالكويت عامل برنامج تدريبي بشهاده معتمده للشباب العربي والافريقي المشارك في الفتره دي، عن تمكين الشباب وثقافه الابداع، بشهاده معتمده رسميا بتكلفه 2000 دولار مقدمها مجانا للشباب، وحتى الشهادات جايه وكله جايين معاهم. فبرنامج يعني مهرجان شبابي كبير، بالاضافه طبعا للبعد السياحي الجميل اللي احنا حرصنا ان الافتتاح ان شاء الله يوم 21 يبقى في ساحه معبد الاقصر، ورانا خلفيه الاعمده والتاريخ مصر الجميل، بنوصل رساله برضو سياحيه جميله، لا ودورها كنيسه وجامع ومعبد طبعا، يعني حاجه رائعه. يعني في تنوع في البرنامج، وفي يعني ان شاء الله الشباب العربي والافريقي هيتبسطوا ان شاء الله في مصر. نتكلم كمان على مجموعه من المبادرات اللي بيتبناها هذا المنتدى كل سنه، يعني انا عندي هنا مبادرة بالتوعية عن البطالة، بنتكلم كمان على انتوا هتقدموا ايه لأهالي الأقصر وأسوان من خدمات زي ما بيحصل كل احنا ابتدينا فعلا من اسبوع نركب 150 وصلة مياه ل 150 أسرة في أسوان، وهنفتتح المشروع وخلال وجودنا يعني. فده لمسه بسيطه من المنتدى، عاملينه مع مؤسسه يعني خيريه مهتمه بقضايا المياه، فده جزء العمل اللي في اللقاء. بالاضافه طبعا عاملين حمله يعني لنظافه مجرى النيل، نهر النيل، يعني حمله رمزيه، يعني عاملين حمله برضو وجوله بالمراكب الشراعيه تحت شعار نحن نسير معك ونشعر بك للنيل. يعني فعاملين حاجات كتيره جدا في الانشطه دي،
وبالإضافة للخدمات اللي احنا نقوم بيها يعني من خلال مشروع الترشيد المياه. واحنا برضو يعني زي ما انا قلت ان احنا اول ناس بنفعل قرارات يعني سيادة الرئيس من ضمن توصيات منتدى الشباب والشباب اللي نادوا بيه اللي هو قضايا المياه والأمن الغذائي. دي المحاور موجودة ومعايا خبراء متخصصين هيشرحوا للشباب الأبعاد الحقيقية لهذه القضايا ومشاركتهم نفسهم. احنا في المنتدى ده الخبراء موجودين مساعدين، لكن الشباب هم اللي هيديروا الجلسات، وتوصياتهم هتبقى قدام مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في اجتماعه القادم ومجلس وزراء المياه، لان ده المجالس الوزارية اللي احنا بنحضرها وبتبقى توصياتهم قابلة للتنفيذ. دكتور ممدوح اتكلم عن التوصيات وانا هاخد منه الموضوع ده واروح لك يا مصطفى. فكرة وجود توصيات في منتدى الشباب كل عام، والحقيقة ان في بعد جديد بيضيفه الرئيس في كل منتدى. احنا كنا بنتكلم عن بعد افريقي، دلوقتي بنتكلم عن بعد يورو متوسطي وعن يعني الغاز في البحر المتوسط وعن انشاء جامعات هنا في منطقة العالمين يعني اليورو متوسطية. فيعني برضو الاستفادة من هذه التوصيات وتوثيق العلاقات مع دول اخرى بيجمعنا بها مصالح مشتركة. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني في نهاية المنتدى أعطى بعض التوصيات الهامة والتي تتيح الفرصة للتنمية المستدامة داخل مصر. من تلك التوصيات هي الاستعانة بوزارة الهجرة مع مشاركة الجهات المعنية خارج مصر لإطلاق مبادرة اللي هي مراكب النجاح. هي عبارة عن إرشاد وتوعية الشباب للهجر غير الشرعية. من خلالها ايضا يعني ايه كان جهاز تنمية المشروعات ليه دور ايه في تلك الوصية، وهو اقامة مشاريع صغيرة. لماذا لا يقيم شاب من عمره مشروعا خاص به؟ حيث ان المشاريع الصغيرة يعني تعتبر ايه لها دور كبير في الحد من الهجرة والحد من البطالة، وتمثل 50% داخل اي دولة المشاريع الصغيرة. دول زي اليابان بدأت المشاريع الصغيرة في الوقت هي فوق العالمية في الاقتصاد. عندك من التوصيات الأخرى اللي أوصلها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الاهتمام بالشباب ذو الاحتياجات الخاصة، ودي نقطة حد ذاتها بنشكر الرئيس عليها، اللي هم بيهتموا بأفكار الشباب ذو الاحتياجات الخاصة والقيام على تنفيذها. فأنا بقدم شكر واعتزازي على الاهتمام بتلك الوصية التي تعتبر في حد ذاتها يعني حدثا هاما لبعض الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة. من الوصايا الأخرى برضو اللي هي مشاركة الوزارات والجهات المعنية بتعزيز الاقتصاد الأفريقي داخل وخارج مصر، ودي في حد ذاته ممكن نقول نطلق عليه اللي هي عنصر في تحقيق استراتيجية مصر خلال 2030 اللي الرئيس واللي الحكومة بتطمح في تنفيذها، وان شاء الله يعني خير باذن الله. فكره الشباب الافريقي دي جميله، وانا اسمح لي برضو ان انا ارجع للدكتور ممدوح. على مدى 10 دورات بيتم عقد المنتدى للشباب العربي الافريقي، يعني مصر كانت دايما حاضره في افريقيا بقدر الامكان، لكن الشعوب الافريقيه كانت دايما بتشتكي انها تعرف عننا اكتر ما احنا بنعرف عنهم. لقاء الشباب العربي والافريقي في هذه المنتديات هل اضاف لينا معلومات كافيه عن الشعوب دي؟ وثق العلاقات ما بيننا وما بينهم، لانه زمان كانوا بيجوا يدرسوا عندنا ويطلعوا وزراء ورؤساء جمهوريات من يعني الازهر الشريف اللي بيدرس فيه مصطفى وغيرها من الاماكن. فدور المنتدى في تدعيم هذه الاواصر وفي ان الشعوب الافريقيه والشباب الافريقي يحس ان احنا مهتمين بيه وعايزين نعرفه اكتر زي ما هو عرفنا. احنا في من ضمن الجلسات جلسه لحوار الثقافات، كل شاب او كل دوله بتعرض ايه هي. يعني انا مثلا في اللقاء اول لقاء اكتشفت ان يعني ان في دوله اسمها غينيا كوناكري وغينيا بيساو، ويعني في كذا غينيا، انا يعني كنت فاكر صحيح. واحده بس يعني فعلا. فالشباب حتى بيسال ويتجاوب ويشوفي بعد كده علاقاتهم مع بعض على وسائل التواصل الاجتماعي. هم مكونين جروب كده كبير جدا وفي تواصل بينهم. وعايز اقول لك ان احنا من الشباب الجيل الاول والثاني اللي شاركوا معانا في المنتديات شباب افريقي، حاليا في تولوا مناصب في الاتحاد الافريقي، ومنهم واحد في مفوضيه الشباب، وده دعمنا كتير وهو اللي وجه الدعوه للدول الافريقيه وجابهم واصروا انه يجي يشارك لانه شارك في الدوره الاولى للمنتدى. فده اعتقد يعني ده نجاح للمنتدى
انه بيربط بين الشباب العربي والافريقي بشكل كبير. يعني صحيح دكتور، كمان كان في جلسه في مؤتمر او منتدى شباب العالم، كانت جلسه الحقيقه كانت غايه في الاهميه، وهو الارهاب الالكتروني، واتكلم عنها الرئيس بشكل شخصي، واتكلم كمان على انه الارهاب مستمر في جميع مناحي الحياه، سواء على المستوى الاقتصادي او الاجتماعي، وصل للموبايلات اللي في ايدينا. اعتقد انها هيكون ليها جزء مهم جدا، جزء رئيسي. وجبنا معانا ناس متخصصه عشان يشرح، يعني اكاديميه نصر العسكريه اوفادت 2 من خبرائها المتخصصين عن حروب الجيل الرابع والحروب الالكترونيه ووسائل التواصل، وجبت معايا من بيت العيله ومن الازهر يعني يشرحوا للشباب، والشباب هيعرض بعض التجارب يعني. فاحنا مخليهم يبحثوا في الموضوع ده وبيقدموا رؤيتهم ومعاهم الخبراء يصححهم. فاحنا فعلا ده احد القضايا، وبرده قضيه الهجره غير الشرعيه، احنا ده برده يعني سيشن موجود اساسي ومنسقين مع منظمه الهجره الدوليه عن الهجره غير الشرعيه واخطارها وابعادها. فمعظم القضايا اللي تناولها وتوصيات المنتدى احنا فعلا عاملينها في برامجنا في اطار توعيه الشباب. جميل. طبعا احنا سعداء يعني بهذه المنتديات اللي بتخلي الشباب يزدادوا ثقه في نفسهم، يكون عندهم قدره على التعامل مع الاخرين بشكل اكثر ودا، وانهم ياخدوا يعني مكانهم في المجتمع اللي كانوا بيطالبوا بيه من فترات طويله. وبنشكر يعني المنتديات اللي مثل هذه المنتديات اللي بتقام في مش القاهره مش العاصمه، ولكن في اقصى الجنوب وساعات في اقصى الشرق او الغرب بتاع مصر، علشان مصر كلها تكون حاضره ومشاركه وليس العاصمه. شكرا على وجودك معانا، بنتمنى للمنتدى كل النجاح والتوفيق ان شاء الله. شكرا دكتور ممدوح رشوان، رئيس منتدى الشباب العربي الافريقي والامين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئه. شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا يا مصطفى، وبتمنى ان شاء الله انك تشارك في المنتديات القادمه وتكون سفير جيد لجامعه الازهر العريقه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكر حضراتكم، واعتقد انه كلمه مهمه جدا من الشباب اللي بيتابع النهارده ان هو يبحث عن المشاركه في هذه الفرص اللي انا بقول ان هي بتغير فكره 360 درجه. تقدر تتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تقدر انك انت حتى تخش تطلع على ما اقيم في مثل هذه المنتديات، وانك انت تاخد في حسبانك كده انه انا السنه الجايه مشارك مع الناس دي، لانه بالتاكيد انت بتطلع بمكاسب كبيره جدا. شكرا لحضراتكم، شكرا مره تانية، بكره ان شاء الله اسره جديده، الى اللقاء.